قواه لتحقيق أهدافه، وأن محاولات إلى أسلام الأطفال في سجون الاحتلال الذين يخوضون اليوم معركة الأمعاء الخاوية. أولا التحية لكل المناضلين الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال في هذا اليوم، التحية لذوي الشهداء الذين قضوا من أجل فلسطين، التحية لكل الأحرار الذين يقفون مع الشعب الفلسطيني في هذا العالم. الشعب الفلسطيني ما زال متمسكا بحقوقه، لا ولن ينسى هذا الحق الثابت والأصيل ألا وهو حق العودة. فمر ذكرى النكبة 66 وشعبنا أكثر إصرارا على مواصلة المسيرة حتى الانتصار الأكيد بإذن الله. يعني رسالتنا في هذا اليوم إلى حكومة هذا الاحتلال العدو الصهيوني، إلى هذا العالم أجمع، أن حق العودة هو حق مقدس، حق لا يسقط بالتقادم. هذه رسالتنا في مخيمات الشتات، في مخيمات الضفة ومخيمات غزة، أن هذه المخيمات لن تكون إلى الأبد. هناك مدن وقرى هجرنا منها وسنعود إليها في يوم من الأيام، شاء من شاء وأبى من أبى. هذه رسالتنا. كل شبل وكل زهرة فلسطينية ما دام يتنفس الهواء لن ينسى حق عودته إلى حيفا، إلى يافا، إلى عكا، إلى الناصرة، إلى النقب، إلى كل مدننا وقرنا وقرانا التي هجرنا منها. هذه رسالتنا إلى هذا العالم. نموت ونفنى ولن نحيد ولن نتنازل عن حق عودتنا إلى هذه إلى الأرض الفلسطينية التاريخية. باقون هنا صامدون هنا وعيوننا ترنو نحو المتوسط، نحو خنجر فلسطيني عمره 66 عاما. كل خنجر من خناجر الصهيونية أدمى قلب شهيد وجريح، ولكننا قلنا وسنبقى أطفالا نحمل الأمانة جيلا بعد جيل حتى يتحقق حلم العودة بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، قرار 194 على رأسها، ليقف هذا الظالم، لهذا هذا المحتل، هذا المتعجرف أمام معاناة شعب قرر أن يبقى ويستحق البقاء، لأن عمره في هذه الأرض زاد عن 7000 عام قبل أن يوجد من يدعي خرافة أن له وطن.